لتفاصيل أكثر مشاهدين ينضم إلينا الأستاذ عبود الخليفة، هو مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم، ينضم إلينا من الخرطوم. أستاذ عبود الخليفة أهلا بك في قناة المملكة. عندما يتم الحديث عن المتورطين في محاولة الانقلاب التي وصفت بالفاشلة بضباط عسكريين، كيف يمكن أن نقرأ هذا الانقلاب وتورط الضباط به وهم يقفون خلفه؟ مرحبا. الشاهد أن محاولات الانقلاب أو العمليات الانقلابية عادة في السودان تكون لها شقان، الجانب عسكري وجانب سياسي. وحتى الآن كل الذي تم الكشف عنه هو اعتقال عدد من الضباط يربو على 30 عسكريا بينهم لواء متورطين في هذه المحاولة الانقلابية، ولكن كل المؤشرات التي اعلنتها القوات المسلحه انه تم احباط هذه المحاوله والوضع تحت السيطره الان في هذه اللحظات. الخرطوم تشهد هدوءا يعني على على حد مشوب بالحذر، يعني باعتبار انه في مناطق محدده تنتشر تشكيلات عسكريه وخاصه في اندرمان بالقرب من الاذاعه والتلفزيون، حياتي الاذاعه والتلفزيون. القوات العسكرية التي حاولت القيام بهذه العملية الانقلابية مضت إلى منطقة خاصة بالمدرعات العسكرية وحاولت السيطرة عليها لتنفيذ هذا الانقلاب، ولكن يعني بدون تبادل إطلاق نار وبدون وقوع أي خسائر تم السيطرة على المجموعة. والآن في هذه اللحظات ينعقد اجتماع في القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الجنرال برهان رئيس المجلس السيادي وبحضور الرئيس أو قائد قوات الدفاع الدعم السريع وهو الجنرال محمد حمدان دبلو حميدي، بحضور وزراء الدفاع والداخلية الأمن وقيادات الأمن والشرطة. منتظر أن يخرج هذا الاجتماع بتوضيحات حول كافة التفاصيل المتعلقة بالمحاولة الانقلابية. طيب أقف معك أستاذ عبود الخليفة على هذه التفاصيل المهمة التي تذكرها لنا، يعني اجتماع للقوات وكبار القوات العسكرية في السودان إبان هذا أو هذه المحاولة للانقلاب التي وصفت بالفاشلة. إذن الوضع يحتاج إلى الحديث حوله أكثر وما له من تبعات حتى استدعى اجتماع للقوات العسكرية وأيضا قائد قوات الدفاع وأيضا مدراء الدفاع في السودان. طيب أنت أيضا ألمحت سيدي بأن هناك متورطون عسكريون وأيضا هناك خلفية سياسية ومتورطون سياسيون، من مصلحة من أن يتم هذا الانقلاب سياسيا؟ من خلال قراءة للواقع في السودان خلال الأيام الماضية، يعني اندلعت يعني اعمال بشرق السودان هي تسمى اعمال ثوريه قامت بها مكونات شرق السودان للضغط على الحكومه الاتحاديه برئاسه الدكتور حمدوك للتراجع عن مسار الشرق في اتفاق جوبا، وهو الذي يعتبر الشرقيون انهم ان مشاركين فيه لا يمثلونهم، وبالتالي مضى يعني يصورون ان هذا الاتفاق في جوبا مضى الى ترجيح كف الدارفور على اهل الشرق. هذه المؤشرات التي جرت خلال اليومين الماضيين وادت الى اغلاق الميناء الرئيسي في السودان واغلاق ميناء النفط على ما جرى فجر اليوم في الخرطوم. يعني أن يتحدث العسكريون الذين طبعا بالتاكيد يرفضون الكشف عن هويتهم يتحدثون بان هذا امتداد، ان ما جرى صباح اليوم هو امتداد لما كان في شرق السودان او استغلال للاوضاع التي تجري في شرق السودان. لكن الشاهد يقول ان الانقلاب الذي يجري في السودان عاده تكون له ابعاد سياسيه مكونات حزبيه. قبل اسبوع او 10 يوم تحدثت وسائط اعلاميه ومقربه من المجلس العسكري عن اكتشاف تحركات تؤدي الى انقلاب بقياده احزاب سمت بين قوسين احزاب عقديه ولم تفصح عن ماهيه هذه الاحزاب، ولكن سارع المجلس السيادي متحدث باسم المجلس السيادي سارع لنفي هذا الحديث، ولكن الان ما جرى اليوم فجر اليوم بالخرطوم
يؤكد أن ما تم التداول حوله مبكرا كانت له مؤشرات على أرض الواقع. طيب ما بعد هذا هو نعم يعني سيدي ما بعد هذا الانقلاب الذي وئد يعني وكان موجود تفاصيل ربما أو ملامح لربما قبل أيام عن محاولة الانقلاب هذه من الأحزاب العقائدية في السودان، طب ما بعد الانقلاب ما الذي سيؤثر هذه المحاولة على الملفات السياسية التي قابعة على الطاولة السودانية؟ يعني ليس فقط اتفاق دارفور، هناك اتفاقات كثيرة تقف على الطاولة السودانية، بعد هذه المحاولة كيف سيتم التأثير على هذه الملفات؟ نعم واضح أن الرؤية ستختلف يعني بالتأكيد محاولة انقلابية تم إحباطها بقيادة عسكريين بما فيهم أحد برتبة لواء تتغير المشهد العسكري والسياسي والأمني في الخرطوم. المؤشر الأساسي هو سيظهر ما بعد الاجتماع العسكري الأمني الرفيع الذي ينعقد في هذه اللحظات في القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتحديد ستكون له انعكاسات سياسية على الوضع على المشهد السياسي وعلى الأحزاب المشاركة أو قوى الحرية والتغيير اللي هي التي يعني تمثل المظلة السياسية لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك الآن. وبالتالي هناك أيضا في مجلس الوزراء أتوقع أن يكون هناك بحث لمآلات هذه المحاولة الانقلابية التي تم إحباطها، التي أعلن الجيش عن إحباطها، وأكد مجلس الوزراء أنه تم السيطرة على الوضع الآن. أنا بالتأكيد يظل المشهد على الساحة السودانية مفتوح خلال يوم وغدا على الأقل ما لم يظهر نتائج هذا الاجتماع الأمني الرفيع في القيادة العامة للقوات المسلحة. كل المؤشرات الآن تدعو أو يدعو كثير من الناشطين ويدعو كثير من القيادات السياسية المؤثرة في الساحة السودانية إلى الهدوء، إلى الهدوء باعتبار أن أي انعكاس للوضع الأمني في السودان الآن محفوف بمخاطر كبيرة بحسبان أن السلاح انتشر كثير من المكونات العسكرية أو على الأقل عند المكونات الحركات تصبح بعد السلام بعد اتفاق سلام جوبا. هذه هي مكونات عسكرية مسلحة موجودة في قلب الخرطوم، وهذا أمر محفوظ بالمخاطر على الوضع الأمني وعلى المشهد الأمني في الخرطوم خاصة بالسودان عامة. ما لم يتم التحرك لإبقاء هذه القوات وهذه يعني كما تحدثت سيدي أن هناك أفق واسع للكثير من الاحتمالات ما لم تخرج النتائج من الاجتماع الحاصل حاليا في السودان للقوات العسكرية والرتب العسكرية في السودان. عموما شكرا لك على كل هذه التفاصيل والتحليلات، مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم كان معنا من الخرطوم الأستاذ عبود الخليفة، شكرا جزيلا لك.